وزارة التموين استعدت بشكل مختلف لاستقبال عيد الأضحى المبارك بعدد كبير من الإجراءات والقرارات تيسيرا على المواطن المصري. عملت إيه وزارة التموين؟ طرحت جميع السلع الغذائية في منافذ وزارة التموين المنتشرة في كل المحافظات المصرية. ده بجانب كمان إقامة شواذر لبيع الخراف الحية بأسعار مخفضة للمواطنين، بالإضافة لطرح اللحوم السودانية الطازجة والبرازيلية والهندي أيضا بأسعار مخفضة. خلينا في تفاصيل أكتر عن استعداد الوزارة لاستقبال العيد وطرح السلع بأسعار مخفضة من الأستاذ محمد أبو منظور رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية اللي موجود معانا عبر الهاتف. صباح الخير لحضرتك يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب. طبعا يا فندم وكل الشعب المصري بخير وكل سنه وانتم طيبين. اهلا بحضرتك. طيب لو تحدثنا عن استعدادات الوزاره لاستقبال عيد الاضحى. الحمد لله استعدادات الوزاره خلال عيد الاضحى في شقين، الشق الاول توفير اللحوم بكافه انواعها، والحمد لله ده اللي ربنا كرمنا فيه، وهناك زياده وكثافه على الشراء من المجمعات الاستهلاكيه الموجوده في 313 فرع في شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية من القاهرة والجيزة. تم توفير فيهم اللحوم السودانية ب 195 والكبدة السوداني 195، وعندنا الأرصدة مطمئنة في مجازرنا أبو سنبل تكفي احتياجاتنا إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك. الحمد لله تم بس يعني بقى لنا أسبوع كل يوم 150 ذبيحة. امبارح استلمنا 200 ذبيحة خاصة بالشركة، والنهاردة عندنا 250. هذا بخلاف ما تم دخول الأرض المصرية 25,000 رأس ماشية من جيبوتي، تم حجرهم في ابو سنبل وسفاجه وتوشكا. وهذه الارصده رصيد استراتيجي للدوله خلال 6 اشهر، وذلك لتغيير المرعى بالنسبه للرؤوس الماشيه لتقترب اكثر واكثر من اللحوم البلديه. وجود هذه الارصده لسببين: رصيد امن من الدوله لمواجهه اي مخاطر حتى لا يشعر المواطن باي نقص من الاحتياجات. 2 ثبات الاسعار لفتره طويله. كما تم طرح ايضا لحوم ضاني مبرده بالكبد والعيون، تم طرحها بمجازرنا في السويس بسعر 250 جنيه للكيلو. كما تم طرح لحوم مجمده برازيلي، اجود انواع اللحوم الموجوده في المجمده البرازيلي، اكثر من 500 طن لشركتنا. شركتنا دي احدى شركات الشركه القابضه، يعني شركه مصريه لتجاره الجمله ومجمعات الجمله، بيكفوا كافه انحاء الجمهوريه. انا الحمد لله كشركه النيل في القاهره والجيزه كان ليا نصيب، واستلمت خالص الشهاده 500 طن بسعر كراتين لحوم كراتين 160 جنيه للكيلو، وعبيناه في زينة 500 جرام مكعبات ومفروم بسعر 170 جنيه للكيلو. عظيم. كما تم طرح ايضا شواذر طبع فيها الخراف البلديه الحيه بسعر 170 جنيه للمجتهد. عظيم. طيب لو اتكلمنا، المواطن ممكن ياخد كم كيلو لحمه من المجمع وافضل يعني نقاط التجمع اللي ممكن توصفها للمواطن؟ هو في بدايه الحديث يا فندم قلت لحضرتك ان عندنا رصيدنا المطمئن جدا في مخزننا في ابو سنبل، هذا بالاضافه ما تم دخوله، فالحمد لله الارصده مطمئنه. بس احنا عشان ندي بقى ايه يعني الناس، لان في تزاحم كبير جدا وثقه المستهلك دلوقتي على المجمعات كبيره جدا. ففي كثافه. ليه بقى الثقه دي؟ جت من حاجتين اثنين: الاول ثقتهم في الاشراف البيطري، يعني عشان بنعرض لحمه باجود اصناف واقل سعر. مجمعات النيل دي اشهر حاجه في الدنيا في مصر. بالظبط كده. اتفضل. الحمد لله يا فندم، يعني سعرنا عن السوق الخارجي عامل سعر كبير قوي، وده بضم صوتي للزميل اللي كان قبلي في وزاره الزراعه، لان عندنا هناك لجنه تعاقدات مركزيه بالشركه القابضه للطاقه الغذائيه بتعمل على قدم وساق للاتفاق على اقل الاسعار واعلى جوده. حسب تعليمات معالي رئيس الوزراء والسيد الدكتور وزير التموين. طيب استاذ محمد، برضو عشان نبقى عارفين نصيب المحافظات من هذه المنافذ ايه يا فندم، ومن لو هنتكلم عن السلع بشكل عام ولو نتكلم تحديدا عن اللحوم. هي يا فندم الشركه القابضه للطاقه الغذائيه عامله رصيد استراتيجي عندها، فالشركه المصريه لتجاره الجمله بتغذي الصعيد، الشركه العامه لتجاره الجمله بتغذي البحري والمنوفيه وكفر الشيخ محافظات، الشركه الاسكندريه للمجمعات الاستهلاكيه كلهم لهم اسكندريه، شركه مصريه للحوم لها حصتها في القاهره معانا، فكل واحده من احدى الشركات التابعه للشركه القابضه ليه رصيد وليه كميات حتى يتم توفير هذه الاصناف على كافه انحاء الجمهوريه من اسوان حتى اسكندريه. هي يا فندم. طيب حضرتك كلمتنا عن اللحوم واسعارها، الدواجن اخبارها ايه؟ هناك ارصده كافيه من الدواجن البرازيل مجرد سعر 85 جنيه للكيلو، تكفي حتى شهر 12 23. ما شاء الله. لان في الحاجات دي احنا بنعملها رصيد في الدوله، مش رصيد عشان خاطر الاعياد والموازن، لا ده رصيد موجود في حد اقصى برضه واتفاقات مركزيه عشان خاطر الصلاحيات، فبيجي لنا على مدار السنه. حد اقصى انك تاخد دواجن او كده ولا مفيش؟
لا الحمد لله كله موجود واللي بخسر اللي هو عايزه، بس هو اما بتتقلب بقى للجاره بيبقى في تدخل بقى من الجهات الرقابيه. يعني مدير المجمع ومدير الفرع هو واقف، اما يحس ان المستهلك اللي قدامه قلب للجاره في هناك تعليمات التكتيك والرقابه المشدده على المواقع البيعيه لضمان وصول الدعم للمستحقين. طيب طيب يا فندم، حضرتك اتكلمت عن عدد المنافذ الثابته، تقريبا عددها قد ايه؟ معلش لو حضرتك. عندنا الحمد لله عندنا 313 فرع على مدار القاهره والجيزه، عندنا 512 مشروع جمعيتي اللي سد احتياجات المواطنين اللي هو البدالي اللي هو بديل البدالي التمويلي في الشركه المصريه من السلع التموينيه. عندنا 42 متنقلات بيتم ضخهم من مكان لمكان حسب الكثافه السكانيه ومكاتب التموين. دي اللي هي فندم السيارات المتنقله اللي هي المبرده؟ ايوه، سيارات متبقره زي الصغيره ديت بتاعه طن ونص و2 طن، دول بقى بيتم توجيههم حسب الكثافه السكانيه لكل مكتب تموين. طيب ودي لو المواطنين حابين يعرفوا اماكن هذه السيارات يا فندم، او هتكون موجوده فين؟ هي موجوده على في جميع انحاء المحافظه عندنا، بس بيتم ضخهم يعني توجيههم من قبل مكاتب التموين. انا عندي كثافه في الدمرداش اروح الدمرداش، عندي كثافه في المطريه، عندي كثافه في السلام. يعني هل بيبقى في اللي اقصده يا فندم، هل بيبقى في نشره مثلا المواطنين يقدروا او ويب سايت او موقع المواطنين يقدروا يدخلوا عليه يعرفوا اماكن؟ موجود في مكاتب التموين التابعه للمنطقه، وبيتم وفي اعلانات بيتم توجيه المواطنين عليه. طب التخفيضات دي بتشمل برضه الزيت والسكر والبقوليات والمكرونات؟ قلت المعاليك الاول يا فندم، احنا سمينا ده عشان خاطر الموز، ما نسيناش بقى الدور الريادي بتاع المجمعات في توفير السلع كافه للسلع الغذائيه من التموين، السكر والرز والمكرونه والزيت على مدار السنه. الحمد لله عندنا اسطوله كافيه، ومفيش مواطن يخش ياخد التموين بتاعه او سلع حره نقاط الا لما يلاقي الحمد لله باسعار تقل عن سوق الخارجي 30%. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الاستاذ محمد ابو مندور رئيس القطاع التجاري بشركه النيل للمجمعات الاستهلاكيه، شكرا لحضرتك يا فندم.